اول حاجه هو رئيس الجماعه، خاص رئيس الجماعه يجي يستجب غير مع الناس، باش تجي عارف راه الانتخابات ولا هذا عدد، ودابا مالك دابا علاش ما تجيش؟ خاصني نشوف الناس مالهم، اشنو الواقع ديالهم، اشنو هو المضره ديالهم. الضو راه ماشي شي حاجه اللي هي الناس راه في الجبال وعند الضو، الضو ما ماشي شي حاجه دابا اللي هي، وحنا عالم التكنولوجيا، وحنا مقبلين ان شاء الله على كاس العالم، وباقيين حنا باقيين في الظلمه راه ممكن. دابا الناس هادو ما حيتهم الغلا، ما حيتهم الضو، حتى الغلا حنا كنا باقي تسوق الغلا، حنا البطاطا راه دايره 240 ما بقيناش، حنا كنشوفوا البطاطا ولينا كنشوفوا الا جبتيها فين غادي ديرها، فين غادي تحطها؟ راه الانسان كيبغى يتقدد وما بقاش كيقدر، واخا شكون اللي كيتحمل المسؤوليه ديال الضو؟ اللي كيتحمل اولا المسؤوليه اولا هو رئيس الجامعه، رئيس الجامعه خاصو غير يجاوبنا، خاصو غير يجي عندنا حنا غير يحتضر لينا يقول لي يعطيني شي كلمه، لا هو ولا الاعضاء ولا شنو حتى واحد، راه مازال نتوما الله يجزاكم بخير، راه جيتوا نتوما كتشوفوا كل شيء، داك الشيء ما عندنا ما نضر. نشوفوا الاخ تفضل استاذ. السلام عليكم. الله يسرك مبروك. عيني عليك اسمي. المسجد دابا ما فيهش الضو، كيجيو الناس يصليو وكاين الاذان ما كاينش، واش غنقول لكم؟ حيد ولدي، حيد بنتي، واش بالله العلي العظيم، دابا حنا ناس كبار، حتى النظر ما بقاش عندنا بزاف باش غادي نمشيو، وبنادم حسن كيدخل الكابينه باش غادي يتوضا في الجامع، كيتغداو ما كاينش، وكاين الناس كيجيو يتوضاو، باغيين يتوضاو مع الظهر، يتوضاو مع العصر، يتوضاو مع الصبح، وحنا دابا الضو خاص للجامع، والضو ما كاينش، وكنطلبوا من الله الجامع خاص للضو وما كاينش الضو، ما كاينش الضو، والضو خاصو تخلصوا الجماعه، ما خاصناش نخلصوا حنا، خاصها تخلصوا الدوله. وكنطلبوا من الله تبارك وتعالى وجلالة الملك يشوف من حال هاد الدراوشات، راه كاين مسكين دابا اللي ساكن في براكه، الكابينه عند البيت فين كينعس. تقريبا شحال ديال السكان هنا؟ عار. شحال ديال السكان الحاج؟ 15 2000 وزياده. كلها دابا عايشه بلا ضو. عايشه بلا ضو، وناس فقراء، كانت شي بلاصه دابا عند الناس اللي لاباس عليهم غادي يكون عندهم الضو. احنا دابا حيت فقراء حاقرين هاد الناس هادو، ماشي معقول هاد الشيء. شحال مقطع الضو دابا؟ راه 15 يوم هما مقطوعين الضو، بالليل بالنهار، ودابا الثلاجات ما خدامينش، عندنا شي بركه ديالنا في الثلاجه باش غندوزو رمضان، حنا حاجتكم بالزبل، ماشي احنا، الدوار كامل، راه الدوار راه قداشنا هو، راه كاين تقريبا شي 3000 ساكن هنا. دابا انت الامام في الجامعيه؟ ماشي الامام في الجامعه، انا هذا خصك كان مؤذن، غير مؤذن، المؤذن متطوع، المتطوع ما عندوش مؤذن، كاين مؤذن دابا مشى لمحالو، كل شيء مشى، انا دابا راه صلاه العشاء راه ما بقى ما الناس هادو اللي كننظف الجامع، والوقت ما كيكونش المؤذن كنأذن في البلاصه. الله يجازيكم بخير، كيرون بلاصي من ربي الوالدين، الله غادي يخلصكم. شكرا، شكرا لكم الله تبارك وتعالى وجلالة الملك. شوف هاد الناس المسؤولين هنايا، هاد الناس اللي كاينين مسؤولين هنا راه ما خدامينش مع هاد الناس كلهم اللي كاينين هنا، الله يجازيكم بخير. شكرا. انا دابا كندوز غير مسؤولين ياك، ما كاينش الضو 15 يوم، ما كنصلوا لا في التراويح، الجامع ما فيهش الضو، ضايعين من الضو، ما الثلاجات ما خدامين في البازات، انا عندي لا مسؤولين، ما عنديش في المحطه، حتى واحد ما عنده الضو هنايا، انا 15 يوم ما داكاش الابره ديال لا مسؤولين، ضروري خاصها تكون في الثلاجه، ماشي مضرورين، نخرجوا في الظلمه، ندخلوا في الظلمه، ما عندناش الضو دابا حنا مضرورين، حتى حاجه ما عندنا، كل شيء داكشي اللي لا في الثلاجه. ما عندناش الضو، ما كنتش تصور يجي عندنا وقال لنا غنجيكم الضو 15 يوم. عزك شو الله يخليك، شكرا. بلا الضو، الجامع اللي في الجبل عندهم الضو، حنا ضايعين بلا الضو، بلا تسليحات، راه الحشومه. ما عندنا لا تقاضي، بقينا كنتغداو لا عصير بقينا كنديرو،
ما بقينا كندير حتى شي حاجه في هاد رمضان. الصابون ما بقيناش كنصبلو، ما عندي الصحه. انا عندي السكر دابا، دابا الماكينه ما كضرش ليا، الثلاجه عندي خاويه مطويه. يلا خاصني انايا النبره اللي كنديرها في الثلاجه اللي ما عنديش دابا 15 يوم، دابا ضروري خصني ندوب النبره. الا ما ديتش النبره غنمشي بكوما انايا، لا غندي هاد النبره نمسوني في غسل عاد ما غنحطها، ما كنتش غنحطها انايا. دابا كنتمناو منهم يديروا لنا شي حل. الله يرحم لكم الوالدين، ما باغين حتى حاجه، باغي نعبدوا شي ضايع. الجامع ما كاينش فيه الضوء، التراوح الناس كتمشي تصلي وما كاينش الضوء، الرحشومه الضوء ما كاينش، كالظلام بالليل بالنهار، الدراري بغا يحفظوا ما كاينش، عندهم امتحانات. راه شي كنطلبوا حنا غير الضوء، باغي نعبدوا، ما باغي حتى شي حاجه، باغي غير الضوء، حقنا غير في الضوء. يديروا معنا شي حل على الضوء، بغينا لا 15 يوم علاش الضوء؟ علاش؟ دخل دابا، دخل عندنا دابا شوف الضوء ما عندناش. يلا دخل دابا، دابا خلينا نعرفوا الله. الشمع ما بقينا لقيناش، الشمع كتذوب، واش حنا تنتحرقوا؟ الشمع ولا غالي بزاف اخويا، تخيل معايا هاد الشمعة هادي، الشمعة غادا هاد الشمعة غادير لك السحور ورمضان هذا والعواشر، حشومة عليهم. خصو يديروا معنا شي حل، هادشي اللي تنقول انا، هادشي اللي تنطلب. اخويا واحد الكلمة، خويا دابا حنا كنا نشكو الله، خويا ما بقينا نصبنوا ما والو، فهمتش؟ حنا كنبغيو نخرجوا بالليل وهادشي. ولدا اخي فاس سكار ياك، ما عنده فين دير القرعة ديال الحشومة من قبل رمضان بيومين، الله يلا عيب. والله انا دابا ما كنديروا والو، فهمتش؟ ما باغينا والو، باغينا الضو، جيبوا لنا الضو وداك ورباه. دابا الناس كيعطيك الشمع، وهادي الثمن حنا في الرومانسية، حنا باقا